السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد بقصه جديده مع ضيف جديد، مع خونا اسماعيل من تيفازا. جاي يحكي لنا القصه تاعو، المغامره تاعو خوتي اللي دارها في قوارب الموت. اللي ديما نقول لكم حذاري وحذاري خوتي، لا تديروا روحكم للتهلكه. ماشي اوروبا هذه اللي تدي روحك يعني باش تقتل روحك وتبكي والديك وتخلي الناس يعني فاهم شغل المصير تاعك مجهول والناس محيره. ديروا عقل ويحاولوا يطلعوا بطريقه قانونيه بتاشيره. لا ما راكش خدام، روح وسلا خدمه. لا ماكش مسوري، روح سوري روحك. يعني حاول تلقى الحلول للمشاكل تاعك، ماشي دير يعني المشاكل تاعك انت دير الحلول بالبحر وتموت في البحر. وليسونسيال خويا اسماعيل، مرحبا بك، وكي حكايتك اخويا الغالي. يا خويا عمر، السلام عليكم. عليكم السلام يا خويا. كنا في البلاد ودوكا هنا منام ولا غير منام. بو انا الليدي هذه تاع الحرقه والغربه عندي واحد 4 سنين ولا كي كنت نقرا، كنت انا واحد صاحبي الله يذكره بالخير اسمه تان اسماعيل، دير له ديديكاس من اسماعيل الله يحفظه ان شاء الله ويفرج عليه ربي ان شاء الله. كنا مريحين عند دارنا، مريحين بسرين، بدينا نحكوا الغربه ويموت على الغربه. يا ودي والديه الغرب مسكين ان شاء الله ربي يفرحوا، مقصرين ترك ما ترك قداو شوط. كنا نحكوا باطل، كنا في الزوج نقراو وما عندناش دراهم، كنا نحكوا باش نحكوا فاهم. صح هي كانت في القلب فاهم خويا عمر، نحكوا بداو نبريباري وبداو. ومن بعد جا الوقت انا خرجت من اللي يكون هو خرج من اللي يكون، بعد انا شفت الميتي تاعي وشاف الميتي تاعو كل واحد ونتلاقاو غير هكا هكا. وانا بديت نخدم في لاطري يدي، نتعلم نتعلم نتعلم، بعد حكمت روحي صعبة، علمني اللي دعمتي الله يذكره بالخير عبد القادر. تعلمت وبعد وليت نخدم وليت نزغل نبوجي روح الولاية تقدا. وما بدات هذه الحرقات تجيني في راسي، من بعد تروح تجي، من بعد تروح تجي، من بعد تروح. ومن في ومن لا شوط كان في الاول بروبليم تاعي شحال هضر، وما تصاوب الحمد لله انا الخدمة كدا تعرف. ومن لي فوا نحي الغربة من راسي كي نلقى روحي خدام بيها الحمد لله. ومن وقتاش تعاود تجيك في راسك خويا عمار داك تخدم 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 تخدم، عندي 100 مليون فاهم، 100 مليون دخلوا للسوق وفرحوا العجوز بكاش طوموبيل تلقى راك تساهم في ماروتي، تا خادم شقا كومبلي تساهم في ماروتي يا خو يفوت عليك سيمي يقلبك يقلبك بالريح، ما تلقى ويدي حالك بتشناف تما ما كاش يا خو ما بقيت مريح نخمم طلع ونهبط روعة صور بزاف. كان عندي اسبوار تاع فيزا، كان عندي اسبوار تاع فيزا مي شغل هذيك تاع ما حبيتش نكسر راسي بزاف، قلت هذيك تاع تشك في النعل فاهم، يكتب لك ربي من الطيارة طيح. بصح هذه هي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة هذه دوك اللي حقولها لك خويا عمار. بشو تي تي لين تروحي بديت نحوس على الخير، راس الخير بون بديت باينة كتحوس على الخير. عندك الناس كومبلي وهرم، يقول لك وهرم ديسك عنابة ديك الصحة والعنابة، يقول لك في عنابة شوية باش تخرج لازم لك خيط صحيح ديسك تعرف. وفي وهرم بريودة تالية هذي ولا تاني كاكاك ولا اللي ما يخرجش أكثر من اللي خرج. بديت شوط بديت نمرق ديسك علاش انت تاعب وخادم وقدام غادي يجي واحد يمدحك يديهم لك يا خو شوية ماشي مليح. بديت نتيستي نتيستي، بديت حبيت نروح في السريع ومن بعد ما لقيتش الخيط ومن بعد بان لي الخيط ومن بعد وشنو دراهمي نبارطاجيهم انا في البلاد. شوط عندي ديك العقلية تاع اسمعي خصوني درام اسمعي خصوني درام شوط فاهم. بعد في الصح اصبر عليا اصبر عليا، لقيت روحي واش درت نحيتها كاع من راسي خويا عمار. فاز بريودة فات بريودة يكتب ربي شونتي وين في الصيف، عاودنا لنا صيف كورة ما قاودي ما خلصهاش في القهوة يا خويا، درامي ما يتحركوش من الجيب. واحد البلاصة اسمها الحجر، رحنا خدمت هكدا خدمت خدمت وما تشوط بديت نحي الغربة من راسي وكدا فاهم، بديت نحيها. وبعد واحد البريودة جاتني هيدي شوط لحقوا لي حضر معايا واحد قال لي تقدر تشري فيزا لصربيا، لصربيا ولا نو ماشي صربيا، صربيا وقيلا من صربيا تدخل وكدا كان ب 40 مليون. درت مع السيد كاع درت مع سيب ومن بعد ما ساعدتنيش نحيتها من راسي. وما بديت ندير لي شوط بديت نكريف لي بروجي، عندي شويه دراهم بديت نكريف لي بروجي. وما مزوج ما مكون ريحت تما كاين مخرج
بغيت نكري في البروجي شوط ابار للطلاب ابار خدمتي بغيت نكري في البروجي تاعي. ونصيحه ما خير النصيحه نتاعنا تاع البلاد عطيكم الخدمه تاع شهر كري روحك بروحك ديفلوبي روحك شوف اش دير دير ستاج هذوك درام درام تاع الدبلوم تاعك دير دير بروجي تخدم منه منك تحرك تقدر فاهم. قلت انا كنت نخدم في الفاملا كنت شغلت نخدم في الفلاط ومن طول شغلت نعاون روحي بالحوايج كنت نجيب من الطرق بالشوالات كدا ونبيع فاهم. وشنو بزاف اللي سرقوني لتما سي كورسات بزاف اللي سرقوني تا في الدولة راه علاش وجدك حتى واحد الضربان مصطافين خلا في البلاك تاعي تاع البلاط حتى فيسبوك نشوف واحد صاحبي مدوودة داير ستوري داير ستوري شوف صاحبه خرج في الليل مدوودة وطبع معاهم الفلوكة فاهم طبع معاهم الفلوكة وهذيك تاع القلاخي هكذا بعت له ميساج هو كلم معايا الفوتبال بعت له ميساج قلت له واش محمد قلت له ما حلفنيش قلت له كاش خرجوا ولا قول لي قال لي كي تعول بعث لي ميساج انا حسب لي هذيك تاع كي تعول بعث لي ميساج هذيك تاعك تعرف كي تعول بعث لي ميساج ايا من بعد بعث لي قلت له يا خو قلت له راني معول قال لي خلاص سلام انا ندير ميساج اوكي ايا ضربوا ياما تعيط لي في التليفون واش سمعت صافا صافا انت قال لي راه معك السيد قلت له شكون قال لي السيد هضرت مع السيد انا واش صافا صافا شكون انت قال لي انا السيد ثم فهمت قلت له واش كاين قال لي راك واجد قلت له ايه قال لي روح فاهم. وانا ما كنتش نستنى هذيك تاع لاخاطش انا دوكا البارح من ذاك برك هي داير شغل لي بروجي تاع قماش تاع جبيب تاع خياطه كدا في راس وما دير اليوم تقول لي ارواح فاهم. انا كنت نستنى يقول لي على 20 يوم هذوك اللي يقول لك نستنى يكالم نستنى كدا واش قال لي واجد قال لي جبنا مروه قال لي اليوم ترك وانا وين في سطيف مش يخدم الباسبور وكدا قلت له يا خويا قلت له انا واجد مانيش خادم باسبوري وكدا قلت له قال لي خلاص قال لي يا خويا بلي انا ما عندي ما ندير قلت له يا خويا قلت له على 20 بالك فيها قال لي قال نورمالمون فيها كيما كان الحال كانوا خارجين هذيك الليله ومن بعد السيد هذاك اللي خرج توسوس يخدم عليه قال له خويا ما شاء الله ما لقى لي الحرقه ما نصح فيها حتى واحد سيخدم معاك فجي خرجهم شملوش باللي كان مشي تاع كابجور تاع دوجور قال لهم كلي يخرج ايا من الزهريه انا يا سمت اني بات واحد 10 ايام انا واش شطيت نخمم قلت يا خويا اللي كازي تجي خطره واللي ما يريسكيش رزقه قليل نحيت حوايج تاع خدمه نحيتهم عايز السيد قلت له روح عندي الدار الله يعيشك جا عندي الدار حكيت له قلت له دابا تقدر تخلصني وراح حكيت له قال لي دراهمي طيب ديرك ديباز ديرك ما فوت بنامه قلت روح في الطريق ديال كيتمان ورايح لحقت للدار رحت عندي ما سلمت عليها لاباس لاباس عندي وين طلعت للمدية طلعت للمدية عند عمي يخدم لي باسبور شوت هو في البلدية هذيك هو شاف سيرفيس مش هو اللي يخدم لي كارت ناسيونال ولي باسبور سما سهلها لي دخلت عندو ابدي ليه ليه رجلاني لقيت روحي نتصور ونسيني ونبصم خرجت لقيت عمي وحده وغير شغل حكيت له انا مقتحفه وعد عندي زوج خاوتي قلت حكيت لهم وعمي واحد عمي هذا قلت له دينار قلت له يا ودي هاك عمي صرفهم لي اوفر وكذا نورمالمون راني ساهل قال لي يا خويا ماشي مشكل ومن بعد انايا واش درت انا قال لي سيد على 10 ايام هذه غير في دوجور راه ما مدير من الصيف رحت للدار ومن الدار طلعت للديور ميت امور غير دوجور برك كي ما ولد وشنو انا شديت شونتي غير في بومرداس غير تما في ليزونفير في الرايه ولا تهدات قدام الرايه شديت شكون في غير تما انا قلت انا نخدم البريكولي راح نخدم بجورني مع واحد انا قلت ما نديش لابريسيون راح نبريكولي اذا عيط السيد غير لهنا رود داني في دواودا واحد سي كونفيرون انا لحقت مع السيد هذاك مروكي ثانك الله يذكره على خير مسكين لحقت فهمنا عشتو ما قدر رجليت بلاصتي في الشونتيير تعرفني طوالي بلاصتها رجليت في بلاصتي عشينا اللوبيا لينا ما مرمطه في الشونتي تاع شينا مقصرين يا خويا ما كان عندي والو اترك ما عنديش عطالي هو صوميل دوشت من مادي تنصلي قريت القران للنبي الادعيه كذا صوت فاهم صونا لي تيليفون قالوا وي صافا قال لي غدوه تكون عندي وكوبا
هادي يا خويا فهمني ديريكت. عاود له قال لي ما تكثرش معايا الهضره، قال لي غدوه تكون عندي، قال لي غدوه مور الجامعه تكون عندي كوبي. بديت نخسر هذاك المروكي مسكين غاغلي كسك عنده لا بريسيون، وجابني كي جابني شغل فرحان حيتي يروبوزي شويه. قلت له يا خويا رحت نقول لك عطا طا 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 طا. قال لي واش نقول لك؟ قال لي يا خويا ربي يسهل لك ان شاء الله. قلت له دوك صومين فليكسيها. قال لي لا لا بسمح. قال لي بسمح ان شاء الله ربي يسهل. كما كان الحال هذيك من الصباح للفجر صليت قريت الدعاء تاعي حكمت الكار ديرة وين عاود وليت مع الصباح. هو قال لي من الجمعة في دولة من ولد هاد الجرغاية للمدية ديرة وين قصر البخار للي اللي اللي عايت العمي عمي مسكين جاي من جاي من من بشار يصوب ما مرقتش كامل غير دخل حط راسو عايت له قلت عمي تجي عندي يعطيني الكور. جا عندي عمي مسكين عيان ميت لحقت انا الله جونس هو الحق تهبط سلمت عليها طالي الامور تاعي اللي تهلا في روحك وعيش راجل. قال لي ما تشوفش موراك. قال لي مشاريير نحيها وقيسها وتهلا عمي. عاودت وليت ركبت في الكار تاعي وين دوودة بالساكودو تاعي لابس قبال حتى الدوار لحقت فوكا ما بين فوكا فوكا اللي حومتي ما بين فوكا ودوودة ان كيلومتر حتى فوكا لا بلاصة بديت نخزر هاك نخزر هاك. قلت ما خلاص فاهم ما تشوف ما تكش مكان تاع عمار بالخف لقيت روحي رايح بالخف لقيت روحي رايح. درامي تاع درامي تاع تاع البوطي والبور تاعي هبط للسيد شوف جا عندي واحد اخر عطيت له درامو قلت له درامو بدا من واش ثاني السيد انت قال لي قال لي تحب شوف يعرفني ديجا السيد اللي كنت نهضر معاه في التليفون لقيتو قال لي فيها لعبه يا بول المقرين معايا صوت هذيك تاع جاون طرينا يا ما تبرك وراح وش فعليا عطيت له دراهمو قال لي اذا ما عندك ولا معليش خوتي لك يا ما خوتي يجيب لك. قلت له لا عرفت دراهمك احسن ماشي مشكل. عاود وليت نستنى في الوقت على الخمسه قال لي المريكي ديريك قال لي شوف الدار شوف الدار براسك. انا ما قدرتش نهبط نشوف يما ما نكذبش عليك حيت له التليفون قلت يما عندي ضيافه صافي لاباس صافي مليحه طحت له التليفون ما قدرتش بس كان عندي يما تحس مليار خو مليار تحس ديجا قبلها كي لحقت للدار قلت لي نشم فيك ريحه الحرقه هاك قلت لي نشم فيك ريحه الحرقه قلت لها يما كيف قلت لها نحرقني يقول لك عطيني كوفيرتا ومطرح بسكوت رايح للشونتي تاع تاع رقايه قلت لها واحد يحرقني يقول لك عطيني كوفيرتا ومطرح قلت لي دارت لي هاكا وعيطت لبابا قلت له الطفل هذاك راني نشم فيها ريحه الحرقه قال لها لو ما يروحش كما كان الحال عيطت لها في التليفون صافا صافا ما تلاقيت بجوج صحابي هذا اسماعيل وما قلت حتى لواحد. قعدنا في القهوه وقلت لهم شكون حابين تاكلوا واش شربوا شي حاجه ولا سمعنا هذا مسكين من الاخر ما حبش ياكل سمعنا يجيك كلاك شرب كريم وما كرواسون ولا خلصتها وكنت داير واحد الساكودو داير واحد الساكودو فيه الحوايج كذا بعد حتى قال لي اسمع خزرت فيه قال لي وراك رايح على الشونتي شو تبقى يخزر فيا يخزر فيا وما قلت له على الشونتي خو قال لي يوم بعد خرجت هبطت واحد الهباطيه تاع البلديه ولا حطيت على زادر ديرو جيت مساكودو يا خو نحيتو وديت لواحد الحانوت قلت له دوك يجي خويا لي كيفير قال لي اوكي عايز خويا في الساكودو تاعي راه في الحانوت الفلاني لي كيفير قال لي يا اوكي قال لي بصح يا خو قال لي حنا نسكنو قريب البحر قال لي يا خو البحر راني نشوف فيه ماشي كالما قال لي ماهوش كالما يا خو قلت له لا لا السيد جونس دوك يطيح حيتو هبطت لفوق كمارين سنا السيد جا عندي جا عندي واحد اخر بالبيسبا اش دي ركبت معاه بديت نضرب له اللهله في ظهره نضرب له هكذا قلت له حبس يا خو ما وش بيك تقتلني هنا قبل ما ندي ماري سيد طاير طاير خو الدموع بدا يطيروا لي من عيني قال لي يا خو قال لي نسوق قلت له لا لا يا خو حطني يما لحقني البحر دخلنا هكذا لقينا واحد البارت البارتنير مكاريا فتحتها دخلت لقى السيد مريح لداخل ثاني من فوق بصح ما نعرفوش بس انا ما ندورش بزاف فيه صافا صافا لاباس لقيت الشيفور لداخل كنا حنا زوج برك الجماعة كانوا جاو بكري كانوا في الكابون وعند البحر هاي دخلت انايا مقصرين سيد ديريكت مول شي مول شي قال لي قال لي خويا عطيني تليفونك وطفي طفي تليفون عطيته له طور طونوبيل راح دار شوية باش ما يديرش لارومارك راح هبط الكابون الكابون تاعو شغل الكابون هنا المهلة ديريكت
دخلت يا خو شفت بدات لا بريسيون يا خو بديت ما فاهم والو ديت جيت روحي في الطوموبيل وليت راح نخلص دراهم راح جايب الاورو تما خلاص يا خو راني في الشوك. دخلت للدار هذيك لقى زوج سوريين سوري هذاك ديجا فورماطي وتقول وهراني صايب لا فورماطا واهل وهار ما صايبو يهضر غادي ومالك ودي فاسوري قلتو تماك راقد هو وصاحبو لقيت تماك جماعه مريحين تماك واحد من باب الواد واحد بومرداس واخر قاو ولا الدواو جينا مقصرين نورمال صافا صافا ما حتى خاو بداو يطردقو في الكاشيات عشي هاكا يا خو ماشي كاع وشنو كانوا اللي بداو ياكلوا في الكاشيات هكدا تما كان شغل ما انا مشيت هادو صوالح بدا تما بديت بديت الكراح شغل بديت نكليوتي ما دينا مقصرين ما شغل تحلت لهم باللي يا ودي ولات فاهمين ليا غير مش عارف كيف ربي بلاهم دينا مقصرين مقصرين حتى بدا الليل يطيح وبدات الحلقة ليسونسيال جا السيد جا السيد جاب لنا الماكلة جاب لنا العشاء جاب لنا العشاء طلع فينا بدا جاب لنا العشاء زاد جاب لنا العشاء تما تعشينا دو فوا مقصرين ومن بعد جا تما خلاص قرب الوقت كدا جا انا بدا شوطي بدا يعطينا في لي كونساي بدا لنا ديريكت زعما اوكي يحكموكم زعما كونوا رجال ماشي زعما فلان وفلان قلنا له يا ودي ما تخممش وكدا المهم بدا يفهم فينا في البحر كيفاش البوصولة كيفاش هادي كيفاش في البوليور كيفاش تريت بو من 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 اوكي اوكي ايا بعد سيبو بدا الوقت يقرب بدا الوقت يقرب ساعات الاول السيد يجيب البوليور تاعو باش يعجبني يا خو وهي صح يا خو ماشي سهله وجرا غير شرعيه وما تفلح لا مع ربي ما تلا مع والديك صح يا خو عجبني يخدم يخدم يا خو دروك اسراك راه في الطياره الموجود في نيجيريا دير دير العصا دير العصا شغل حتى في لي بورت تاع الشرشال تاع على لا مار اسكو دخلوا ما دخلوش لا لا شغل عجبني يخدم المهم شغل يسي يحاول ما يريسكيش ما بينه يسي ماشي هذاك تاع اركب ديماري اركب ديماري كيما هذا اللي دار مع ولاد حوتي الله يرحمهم تاع فوكا ان شاء الله يكونوا من عند الجنه سمعتي فوكا ولا ما سمعتوش هذيك الطفله الطفله اللي ما شفتش لها طاقين فيسبوك واحد الفوكال قالت له اذا ما تناسب ابن فلان قالت له بعثني على لابوس ولا والو وقال لهم نبعثكم في 15 وقيله ما تكي لحقت لي نلقاهم 20 هو ما داش فما ما داش عليه الحق تاع ربي جمعنا دروا كيما قلت لك بدا يدير في التليفون هذا يصوني من هذا يصوني من يصوني من واش العافيه واش من الله بوليس ما كاش ما كاش ما كاش سيد جايب البوليو هاي خلاص بدات لابانيك كذا بدا يفهم فينا قال لي انت تشارجي ليسونس كذا وما تقال لي عطيني كي الناس جايبه معاهم القش مسكوتشيات وكذا وانا جاي هكا جاي هكا بدا غير الاورو تاعي هنا داير لوساج يحطو هنا جاي هكا ما تقال لي روجي قال لي عطيني شوف جاي عندي قال لي روجي عطيني قشك هذيك تاع رابي قلت له ما عنديش قال لي يا سبحان الله قال لي كون غير جاوب كاع كيما انت واحد جايب معاه جهاز تاع عروسه جا البوليور يا خو خرجنا نسناو فيه والبوليور هذاك زرق سابغو بالزرق ما يبانش يا خو ما يبانش حتى 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 قدامك تشوفو قدامك ما يبانش جاي جاي تشوف غير تسمعها هكا 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 هو الحق بديت نشارجي فيه ليسونس بعد انا صيبو كي بديت نشارجي فيه ليسونس تسمى خلاص يا خو راني رايح ها نشارجي فيه ليسونس ماشي حاجة واحدة أخرى بديت نشارجي دخل ديريكت في المات تشمخت كاع بديت نشارجي فيه ليسونس معايا جماعي يشارجي شارجينا الدوزه شارجينا الماكله الماجي حق تاع ربي ديك الفلوكة عمركم ديسبارينا شهر يكفي تكفينا الماكله تما طلعنا سيد هبط الموتور سوزوكي كرطونه كارون تشوف محبس شخو ملي ديمارينا ملي نوضو ما طفاش حتى الحقل كيما قلت لك سيد لقي ايه ما قلت لكش من بعد النهار اللي كنا داخل لقيت دينا شوط دينا متشارين على الجيب بس هو صح خويا عم الجيب دخل واحد انا نعرفه كان يلعب معايا بولو وكان يقرا في السيام اللي كنت نقرا فيه بكري كنت نقرا في السيام قبل ما نطلع الليسي كان يقرا تما نعرفه حميد الله يذكره بخير انا ما على باليش بلي هو بحري هو جدو كان عنده بابور تما هما بحار ابن عن جد انا ما على باليش حتى هو دخل
خلوا قال له هذا هو لقيت انا انا قريب ثم نروح شوف خاطيني درام نروح ما على باليش يا اخو حتى السيد قالوا لي ودي هذا يعرف يتعربش بيت شويه. المهم بسم الله غير ركبنا هو هبط كي ركبنا في هذيك لافان شارجينا قدرت تتفنى انا ركبت لافو بعد البوزيسيون ما تمناش قعدوا غير هبط الموتور دي مهارة دي هو غير هبط الموتور خبطوا فيه روشي طرطق زوج رياشات الموتور فيه ثلاث رياشات جينا برياشة واحدة طرطق زوج سمعنا احنا الخبطة وشنو شوى تما ما تبرونشيش ديجا تحوس تما تبرونشيش تحوس معاك وغير وسمعت دي مارينا يا خوف ديك الظلمة دي تشوف الضوء تاع الزاية راك رايح والضوء تاع الزاية ايه يا راني رايح يا خوف بديت نخمم اسكو هذه الخطوه راح ندير فيها اسكو بوزيتيف ولا راح ندم عليها ولا نتقلب الموت شوتو بقات غير يما برك انا ما همني حتى واحد يا خو هذا مسكين وشويه يما برك بقات بين عيني مسكينه شو تحس وما حبيتش الكويه لي مارينا كان البحر شويه طالع ماشي بزاف صافو لينا نمشيو انا شو تغايس غايس مع هذيك مع الافكار اللي في راسي وضربني الموت واخ انا هذاك في لابو تمخ كاع تخلي كاع ما منا من ظهري ما بسم الله بديت نقول بسم الله مازال دي مارينا رايحين 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 شوط بينا شقين بلاو دا يا خو اسبانيا بزاف وما دوش يبدا لاهور بحر يطلع يا خونا صيبو تما خلاص بغيت راح نموت اما الفلوكة طلع هاك كي انا راكب لابو كي ندير هكذا نشوف البحر لتحت هاك ما داك هاك شريكي تريسكي بعمرك تسيني عليها دي مارينا بشوية ساعة فيها لقيت هذاك فخير وسمي سوق مليح ساعة فيها ساعة فيها ساعة فيها وبعد كي بعد شوية نطقت أنا قلت له يا حميد وأنا راكب لافو في الفول قلت له يا حميد وإذا تشوف فيها باللي ريسك قلت له يا خو رجع بينا قلت له 25 قلت له مدات ما جابت قلت له رجع بينا قال لي لا قال لي دوك يطيح القمر يطيح البحر انا ما نعرفش هذا الصوالح هو يعرف خضرت في القمر لقيتو شوط مدور ويبان شوط بيان بالك نقط بالك ديجا كانت عندي هذه باللي البحر يهول البحر القمر يهول البحر وكذا جيت ناس غير في القمر هذاك يا خو شاد مليح نصير روحي اقرا في القران ناس غير في القمر القمر هو غير هبط القمر البحر ولا كلمة ولا طابله قول لي يا اسماعيل شحال كنتوا بنادم يعني داخل البوطيه كنا 15 كاز كنا بزاف كلها بزاف والبوليور هذاك تسمى شو البوليور قاوش كبير وكلها ديجا متضايقين تسمى ما كانش سباس ما كانش لواحد اخر ما كانش جوار واحد اخر كيما قلت لك عمار دي مارينو دا البحر طاب لينا نمشيو انتيك لينا نمشيو بيطلع علينا النهار سمى جي بي اس والبوصور ورانا نمشو انا نتمشى رايحين هاك تعرف وما دي اخويا عمار بديت اللي بدت بان هاك شويه جبال وما دوش مع عمار لقيت شويه كي نط لقيتها كاع زرق من كانت والو ولا دي اخو جامي عشتها يا اخو ما تخيلش زعما كش نهار نعيشها ولا دي تاع في وسط البحر حارك رايح يا اخو ما تعرف يا اخو جامي عشتها قلت لي اخو خلعت والله عارف تخمم غير في يما في الوالدين تعرف هي صعيبة شوي وعمار لا كولير تاع اللارج تاع البحر هذي تخوف عمار مشي كيما تاع الشاط وكذا يجا البحر يتبدل عليك كيفاش كيما نعرف البحر ونعرف يتبدل عليك يخوفك ديجا يلعبك على المورا دينا نمشوها سماء ديك دينا نمشو بحر تاع الماء دينا تبعو في السيد هما شو تخلط لنا في جي بي اس لاشا وما دوش يقول لنا شو تندور في بلاصتنا قريب ديسبارين سما اي بي زمن دينا راهين قريب جيت مارسي سما بدينا ندور في بلاصتنا حتى بشوية رجلنا بدينا نتبعو في الخط رايحين وما بدت تبان طالما بدت تبان مشيت بدت تبان بعيدة ما تقول دول واحد يقول لك هي وانا اشتاق لي بيابس انا كنت صاحي والحمد لله جيت نقول لهم انا هي في الجبال كانت بعيده شويه وما احنا ما كنتش هذيك هي البوان تاعنا كملنا كي كملنا سما طاح علينا الليل
كيطيح لي بالي السيد اللي بيسق فيه شات جي بي اس بيقول له شحال باقي، اللي يقول له 70 كيلو ويقول له 70 كيلو باش يونسوا، بيقول له 170 كيلو باش يونسوا، وهي ما زاد مانيش ماشي ما بقاش 170 كيلو. وما تسمى طاحت الظلمه وطاح الليل وسيد لقيت مسكين يا خو تما خناقة على الموجة هكذا، لقيت مسكين ولا تلتل بالماء ولا شغل ولا مترعد حكمته الحمى ولا مش عارف صح صح تسمى صح تعب بزاف. كي قال له رمزي شحال باقي لنا، قال له في الليل هذه في الليل وديتها شويه الضباب بدا الخوف يا خو صح البحر كان طال صح ما بان والو يا خو ما حاجه ما بانتش، واحد ما ادري شنو بدات الخوا، واحد يقول لي طوموبيل، واحد يقول لي موطو تما تعرف. بعد سيد قال له شحال باقي، قال له باقي 170 كيلو وبدا يكفر، قال له تمسخر بيا، قال له عندها 20 ساعة قلت لي باقي 170 ودوك تولي 170 تما السيد بدا يكفر شوط السيد حكمته الهستيريا اللي حكم الفلوكة هكا قال لها دوك نقلبها ما تقلنا ما نصوكش تما انا حنا اللي كنا تاكلين عليه هو انا اللي قلنا ما نصوكش صح يا اخو قلنا ما نصوكش قعد ودار هكذا سيب انا خلاص لما كفشلت يا اخو بدينا نحلو فيه يا حميد ما تحلبنا له باللي عيا تما رون بلاصه واحد شويه يساعف قسم هذاك يروبوزي وكذا. كملنا بالمارينا خويا عمار بالمارينا رايحين 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 بدات طولنا بزاف يا اخو. كان معايا واحد داير البروش في رجله ولبس لي بوط واللي بوط هذاك تعمر بالماء ورجله بقات تسمى في الماء مع البروش ودي غير شويه يقول لي راح نموت راح نموت وشغل كرر قلت لي لا هنا يحوس غير على كفا اللي يقول لي حنموت ما خلاص يا خو بدينا نتفبلوا غير بشويه وكذا صار خلاص عمار شغل ما بدل والو يا خو. احنا قلنا سيبو ديسبارينا ليسونس بدا يروح تسمى خلاص احنا قلنا سيبو ما نروحوا فيها بشويه 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 نزعف هذاك الطفل اللي كان معايا نزعفوا في بعضنا بشويه بشويه طاح زاد طاح الليل طاح الليل طيب بدات تبان واحد المناره واحد المناره جايه فواحد الجزيره غير قدام ايبيزا غير الكم تبان واحد المناره تضرب دور تضرب دينا تبعوا فيها وبعيده بزاف تبعوا فيها تبعوا فيها حتى بدات يبان فوق سنا انتي الحمد لله يبان رايحين رايحين عمار رايحين 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 وبشوية بشوية بشوية حتى لحقنا لحقنا عمار كانت انا عندي في راسي بلي ودي رجلي يرقدوا وكذا ما حبيتش نصوت عليهم خفت نتكسر بديت صوت نقرص في روحي نوض في رجلي وكي لحقنا لحقنا هكذا بشوية لحقنا لحقنا صوب ولحقنا صوتيت انا هبط دو الخاوي هبطوا غير بشوية بشوية واحد كان ركب معنا تلمو كان كالي مسكين تلمو كان كالي كي لحقنا بقى قاعد هكذا ما بدوش دور قاعد حنا هبطنا كاع الفلوكة بدات رايحة هادي عاودنا شدينا الفلوكة جبدناها بالخيط وهبطناها وكذا مسكين كان مضر مضر لحقنا هادي كان جالي ملهي هذا كون لا قدر الله مثلنا ديرك اسفل السبيل تعلم ترحب بيك كيما بقيت عمار لحقنا عيطنا هذوك الكوارديا سيفيل شعلنا بقات لنا هاكا تاع ليسونس عمار هاكا شعلنا بها النار تفينا كداكس كنا من راسنا رجلينا مش مخين خو شوط حنا شوط دخلتنا في الماء ولا خرجتنا عيطنا كوارديا سيفيل جاو شعلنا النار تفينا جاو شارجيونا داونا داونا طولنا حوايج وكل شوط روبوزينا وما ديك الرقده ما ننساهاش خو اللي رقدت تحت بلونش اخو واحد الحبسه هكا شوط صاله نقيه شاب قلت لك عمار كي لحقنا دايرونا في الوتال قعدنا 10 ايام كاملين شاربين انتيك هم بعدو شنو كيخرجونا خرجنا كدا ايبيزا هادي قدرنا شويه وقبلها كنا نخرجوا هم بعد ريزير بينا في البابور كي بدينا نتفركتو سما كي اللي راح لبرشلونه كي اللي راح لفالونس كتبنا حنا لفالونس من فالونس كنا حنايا 5 ولا 6 وعمار كان معنا واحد ديجا حرق كان حي حرق وما سقتلوش حموم لا مارين وطاحوا امهم هذاك اللي كان مخرجهم في ميزه كيفاش شاف الفيلم عمار خويا ايماجين في لا بوينت طلع فوق الباطيمه ودار هاك شاف البحر كارما طلع ايماجين يا طلع فوق الباطيمه شاف البحر باللي راهو كان زعما شويه لهيه طلار شويه هاي قال لهم ماي كان معروف يقتل فيهم ديرها يا
كيما قلت لك عمار اطلقنا لحقنا البالوس طلعنا ركبنا في من جيت ايران في اسبانيا بلاصة اسمها ايران من جيت من الفوق باش ندخلوا للبايرن فرنسا ندخلوا للبايرن جيت بالباو الفوق تاع اسبانيا تماك بعد لحقنا تماك جينا داخلين حنايا اربعه جينا داخلين دخلنا ما وشوط حنا داخلين نمشيو مع الحداده مع تعثرة وتخلى وانا حسب بلي مازالني في اسبانيا نهار في فرنسا قالوا ما تكشفوا لاكا لا بروميير فوا ما على بالكش بلي صاكود وما تعرفش العقليه بدا تمشي وخلاص هاي حتى شافونا تحلبونا عيطوا لابوليس انا نمشي حتى نشوف بارتنر هابطات على بوليس وراكاتني ديريكت بابوجي انا سبير اسبانيولي ما بوجيت ما والو انا رحت عنده حتى نشوف العلم تاع فرنسا قلت سيبو انا في فرنسا والزاقات حكمونا اسم الله ضرب له اسم وخلاص هما بدو شير فدونا دخلونا لاسبانيا طلقونا غير ثم برك بدو شنو عمر ضربنا على الغابه الجبال الغرسان برد الكلاب طعنا واحد الواد عمار شوط ذاك يجبد هذاك الواد يجبد اقسمه بالله ياكل قطعته حسيت رجلي يقطعوا فيهم بالكيتور بارد ما قلاصي بارد لحقت في الوسط راضي تفتح الولي وما قلت انا كي نقول له شي عاود يقطعني صحابي قطعوا قطعنا كيما كان الحال واحد صاحبي يقول له شي قريب دات ولا قريب دالوه المهم قطعنا كلينا شويه ما طلعنا نمشيو كملوا في الجبال من بعد نمشيو طالعين هابطين في الجبال خويا عمار جات يركحل الغرسه جبل داير قدام هاك خويا تقول طلعت الخميس نمشيو رايحين وما دخلنا واحد في الجبيلاج باش نركبوا في البيسيز اللي بعدنا شويه ولا في الترا وحنا شغلنا لا بروميير فوا ما نعرفوش بدا كنا شغل كنا مع بعض هي الغرسه كبيره اللي ساقودو كيف زروق قلاطهم لا تاع الكروار وجادو وكدا لعب الشعب سنة ترونسبور اللي يفوت يفوترولو عيطو الله بوليس جاو رفدونا رجعونا انا كي رجعوني هادي ولا كي من اخوي الجرجر هذا كاع ودو رجعونا لسبانيا انا هاديك الضربة كي دخل قلت صاحبي قلتلهم انا تصيبو خو شنو ندخل بالدراهم خويا سونسي كونت ولا شنو ندخل بالدراهم قلتلهم انا خلاص مقدرتش يا بزاف تما في 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 ايران هاديك تاع اسبانيا مع لا فرونتيير تاع فرنسا لا فرونتيير كي فرنسا لي قاعدين في هاد القهوة باين يشوفو تما كيجيو عندك عامل تما تاوعنا يجيو عندك واش خصك فوالا جا عندنا واحد هو جزائري اللي هو لا تعرف توسوس بدا كنا حنا ثلاثة خلص علينا سونسي كونت والثالث ما خلصش عليه قلنا له والدي كان في البلاد وخرج من الحبس وكان باصي وكذا يا قلنا معليش ركبنا دخلنا لفرنسا خويا عمار دخلنا لفرنسا حطنا راح الليلة هذيك بتنا برا عمار خويا البرد يقتل يقطع عمار شوط تنمو البرد خويا عمار انا قلت لهم يا خو البرد يقتل خو البرد يقطع ونصيحة ما ايبيتي وجو في الشتاء والله ارتفع جهل سيرت لي ما عندوش عاد من يروح وكذا كنا قاعدين خويا عمار نستنى في الصباح هاي انا قلت اليوم بات انا اليوم ندفع يا هذا ندير حل بديت ندور في الليل عز وشتاع صباح الوحدة بديت ندور نشوف الباركينغ تاع الطوموبيل الله غير يا عمر تلو يا عمر خويا تلو نفتح الطوموبيلات ماشي نفتح فيهم باش نسرق ولا ماشي نفتح فيهم فورسي سي في كاش فواتور اون كاز زعما راهي مفتوحه عند الله غير عاد برك ما كاش هي طاحت في واحد البياب الكارو تاعها مكسر وداير له مولا هذه له النيل تحتها دخلت في شويه من بعد حبيت نخلي صحابي زوج مسكين صاحبي هذاك الشيب وكان مكان بردان مسكين شواربو يديروا هكذا اسمع في سنانو عايت لهم جاو دخلنا صاحبي هذاك شيبو بغير دخل ولا يشفر غير دخل ولا يشفر صايب قعدنا لداخل خويا عمار طلع مرقتنا هما رقدو انا مرقدش طلع النهار خرجنا قلت لهم يا خوتي قلت لهم انا ثلاثة قلت لهم انا فوق راسي قلت لهم راكم صحاب مع بعض بس كنا ما نعرفهمش انا ما عرفتهم في عرفتهم في الحرق هو واحد خال صاحبي بصح ما نعرفوش زعما بيه
كما كان الحال انا قالوا لي يا قال اخر انا في واحد البيس داني البايون وهما راحوا انا رحت البايون خويا عمار مع الليل كانت ظلمه هي 6 6 صباح تاع الظلمه حطني في بايون شفت كبيره شويه بديت نشوف ندير هكا ما فهم والو خويا عمار الضوء البليان اللي تهضر معاه ما يهضرش معاه وانا نهضر اونجلي مليح عمار عندي اونجلي نهضرها بيان سما هي اللي سلكتني سلكتني بزاف مدامة كنترول سقسي سما الحمد لله مد تيتا تيتا وليت نتعلم شوية فرنسي تيتا سقسي وين العرب ورا مصطلحين العرب السقسي كداك حب نروحو كرونو عباك لقيت اللي تما تقنط عمار شوف ماكش اللي يحب يريبوندي لك كذا حسيت حسيت روحي في بلاصة ما ننتهيش ليا شوط راني مرفوض من الاخر انا راني مرفوض لله دي قنطت ولو عينيا حمورة كذا شفت واعر اخويا عمار واعر شفت واحد ما واحد ما يحملش الفل واعر بزاف خو ما يقدرش واحد ما يكونش يحمل الفل كيما قلت لك عمار نمشي لقيت واحد شغلت فيه الفيزاج تاع العرب كان لحبة حوايج تاع خدمة رحت ليه وياه هدر شغلت عربية شوية مكسرة قلت له خويا قلت له وين لي زاغاز كذا قلت له لاكار قلت له تاعتها قال لي لاكار قال لي زعما جست في الفيراج قلت له ديني انت قال لي راهي في الفيراج قلت له يا خويا قلت له الدين قلت له الدين قال لي راهي منا قال لي قلت له ديك البنيان قال لي الدور مورا تلقى قلت له تديني ولا ما تدينيش قال لي راه خلاص يا خو ما قدرتش نروج داني مسكين قال لي ها هي ما تقال لي السنه يطلع الصباح يبداو يبانو هذوك لي سون بابي يبداو يبانو كيما كان يطلع الصباح صايبو ما داو شنو بديت نحوس على الدوله خويا عمار لحقت لي هنا وليت انا وليت نحوس على الدول وليت ما همتنيش انا هذيك زعما الطريق اللي ضربتها ولا ما همتنيش ولا واش ريسكيت ولا ما بديت نحوس على الدوله وما ما كاش ما لقيتهمش خو ما كاش اللي ولدت لهم هنا ما لقيتهمش حتى نشوف واحد الجماعه جايين من المغرب لي ساكو دوارتهم بلي سون بابي شو تحرضات تاعنا شو تهضرت مع واحد مسكين من الروتي الله يعطيها الخير على الخير ان شاء الله شوط البريود اللي كنت محتاج فيها واحد لقيته هو شوط كنت محتاج واحد ما يعطيني دراهم ما ينصح لي يوقف قدامي برك باللي زعما هذا عرضي انا ما كنتوش كنت محتاج خو يلبى عليك خو بدي فوا تحتاج واحد عربي زعما واحد مسلم تحتاجه والله غير والله اكثر من الدراهم اكثر من كلش خو ثم كيهضر معايا روبوزيت قلت له يا خو بتبرا فوني في حال اللي يقول لي هنا في فرنسا قلي ما تبقى تبرا فوق قلي مش بيك قلي راح تروحوا فطرهم بعد سياري وفي اللي بايون خويا عمار شوت قلي من الباسك يتعلوه في الحراقة دي بيان يرقدوا بيان يأكلوا بيان يشربوا بيان يتعشوا دي تعشى تخي تخي بيان تصحاب تخي تخي بيان تصحاب تخي تخي بيان ترقد بيان داني شوت ما كانت عندي في فالا بيتي كليت غير شويه دوشت ما كاين وين دوش كاين كدا دوشت كدا قصرنا ورالي ريزيرفالي كارجو في وين باتو ورالي وين تعشاو هنا سما حل ورالي عقلي فاش دوز كي كنت ناس شديت شويه روحي واحد 10% تسمى صافا ورالي وين ندي حوايج اذا خصوني حوايج كنت عندي باسكيت في حاله الباسكيت تاعي جديده من البحر كذا قال لي هذاك تاع اسبانيا اللي قال لي دي اوت قيسا قال لي تاع كروارو جادي سما وريلي شويه وريلي شويه شديت روحي بيا وكان خاصني تيكي باش نروح لكرونو كان لوبجيكتيف تاعي واش لكرونو بس كان عندي في كرونو بالمرة ترى رحنا لترا قيمة البيي سونسيكون غالي خويا سونسيكون بزاف انا داخل بسونسيكون تنشري بيي بسونسيكون بصح تأمل كنت راح نشري بسونسيكون بيسك كارت جور ما قدش عمار ما بين بت نبرا في إيبيزا والطريق وكذا ما قدش كايا حبيت بدي نحوس على المخدة بر المخدة ونرقد بر وما طلعت رقد بروبوزيت في هذيك الفوايي انتي صباح نبنا راح نسقى وينا حبيت نشري تيكي يا هذيك اللي تخدم فوني ولا وين يسربوا لك القهوة وكذا تخدم واحد المرة مسكينة في المكجونتي ريزيرفات لي من عندها ريزيرفات لي كدا تيك لقاتو ب 28 هاي دي ريزيرفات لي عطات لي تشوف من 150 قلت لي 28 فات هادوك لي فليكس بيس هادو الباغ
ريزير باش يعطيك البي تاعي عطيت لها تخون دورو تاعي بيدورو عليك كيما كان الحال ديبار في الساعه 7 تاع العشيه طالع لي مورا خويا عمار عاود زدت رحت واش يقول لك يقول لك هادي خويا عمار الغربه صبر والله صبر ما كان الهضره هم راسه بلا دور صبر انتو صبر تاع صبر ومن بعد تحت الميت كيما قلت لك عمار بديت ندور 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 سما في كرشي ماشي جيعان وفين وين رقد هاي لقيت واحد فايت الزهر على واحد الكارد لقيتهم صالين الحوايج لقيت شابين صالين الحوايج نحس بيني بيهم حتى تعلمت بلي يمدوا هاي دخلت دخلت بدي سما حاطين الماكلات لي شويه ومن بعد واحد المرا تهضر فرونسي معاها بنتها بنتها عندها واحد الكنز هكا تهضر انجلي بديت نهضر معاها نحتاج حوايج اسكو نقدر ندي كدا منا قالت لي وي تقدر تدي كدا هضرت فيها قيست اخويا عمار صباط صباط قوطاس هادوك تاع الشتا ضرب فيها بيان شغل تولي تنبان بلي تيه يا خرجت نسلى في العشيه بديت ندور كدا نروح لاكار نتاع حاكم الويفي كوميتي انا ماشي خير هو يا عمار البيي طيح لي من الزهري طاح لي البيي وانا كنت حياتي شوط زهري كومبليت ذاك البيي حاب الرائع حاب نروح للدار ندوش ونرقد عطات يا خو فهاديك البريودة تدويشة ورقدة تدمك بيسكوت كنت فاتيقي ما تخيلش طاح لي البيي زلق لي من تحت البيي ستاكس كان فواحد الليلو تزلق طاح خلاص يا خو عباك كنت انايا ما قدرتش نزيد ليلة بديك البلاصة ما حبيتش نروح خو يا خويا حتى عيطت لولد عمتي عندي ولد عمتي عايش في الألمان زوج في الألمان حكيت له قال لي أسامة قال لي إسماعيل عقلك وين قال لي بديت أصبر قال لي راك بعت لي البي هذاك قال لي تقدر تروح فيه بس كانت تشهد بي قال لي صوره لي وبعث لي نشوف نقراه صورت له قال لي تقدر تروح فيه بي طلع لي المورا خويا عمار وهذا كان بليجي الباس هذا كنت لازم الباس يتو باش تركب في البيس وكذا كونتاكتيت واحد كونتاكتيت واحد من اسبانيا بعث لي الباس تاعو سما شريت به بي بهذاك الاسم وكذا اسمه اسامه ذلك الله يعطيه الخير ان شاء الله كان وقف معنا في اسبانيا في فالنس وكذا ركبنا وكاع ركبنا ورانا هاي طحت سبعة تاع العشية خويا عمار انا رايح البيس هذاك ولا بروميير فوا يا لا بروميير فوا بانيك نشوف لي كونترولي بهذيك لاباراي خايف ميت خويا عمار اسكو يقول لي نتايا لا لا حتى شتي كانت لي قال لي طلع حسيتو قال لي طلع لداركم طلعت عمرو فوزي بيان هاي خويا عمار ديمارا البيس كي ديمارا البيس بيان ديك خايبات ديك خايف شويه في الطريق اون كازامي حسو كونترول من ديمارينا هو قال لي نيميرو 6 طلعت ما عرفتش نيميرو 6 وين هاي لقيت واحد الطفله عندها ديسات ولا قلت لها دو سبيك انجليش قالت لي نو بشوت ديك الخزر هكا ما تقالت لي تهضر عربيه هاكي قلت لها قلت لها نهضر العربية نهضر الدارجة نهضرهم كاع قالت لي وي قالت لي نهضر عربية هي مروكية و أي زيت تهنا قلت لها يا ودي قلت لها نيميرو 6 قالت لي هنا قلت لها شوفي خويا قلت لها أنا رايح لكرونوب قالت لي أوكي قالت لي ماشي قلت لها لي سما غير تحسي بلي أنا قريب لكرونوب ولا قلت لها خويا قلت لها أنا ما نعرفش أو كازا لي فوت بيا ولا قالت لي معليش من بعد قالت لي ريح قعد معايا قالت لي معليش قالت لها بينا مقصرين المهم شان بينا البيس بدينا مقصرين سقسي فيها هي وني بس كانوا نعرف المغرب ديالها خدمت مع المغاربة سقسي فيها منا صافا صافا كدا مشينا واحد 60 كيلومتر خويا عمار شوف كيفاش تبانيكيت قلت لها انت وراك رايحة قالت لي الفالونس انا غير قالت لي الفالونس خويا عمار قلبي طاح في الارض ويا كاينة فالونس لهنا في فرنسا هنايا هنا غير لهنا قدامي كاينة فالونس وانا حسبالي فالونس تاع اسبانيا عباك وشنو قلبي طاح قلت له وشنو قلت له قلت له على الفالونس قلت له كيفاش راكي راح الفالونس انا شفت باش خرجت من الفالونس كيفاش راكي راح الفالونس قالت لي لا قالت لي ماشي فالونس تاع اسبانيا قالت لي فالونس تاع فرنسا هادي قلت مانيش كاع في بالك المومو اللي واحد لازم تحكي معايا بالتفاصيل قلت له العقل ماهوش عندي فين انا نمشي خويا عمار هديك بيا من بعد قلت لها ميرسي بوكو قلت لها ما تنسانيش قولي شي فوق الجهه تاع قولي له بلي هذاك يعبط في كرونو قال لي ماشي مشكل دونت وري رحت رميت وين التالي كامل لقت
كرسانات هذوك توالا عقد باش نرقد. هو البيس هذا كان فاره، كانوا هذوك لاغو قاعدين واحد السبعه ولا، وقال ما هبطت انا التالي وقبلي واحد الشيخ، شيخ كبير فيه. انا راقد 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 وشاف شكار يا كيس قصينا اسكولي حبي يهبط يهبط عشاك توالت ولا يغسل ولا يشتبه وديمينيت. انا ما نهبطش كاع راقد سكت عيان، داك الشيخ يهبط ويطلع يهبط ويطلع. علاش ماشي خير اخويا عمار نمشي نمشو وتليفون وطاح له ما بين الكوسانات وما شافوش وحس بالو سرقوه، وبدا يقول سرقوا لي تليفوني عيطوا لابوليس. قاعد غير انا موراه وقبلو ما كاش خويا عمر تما انا هو ما تكونش انا تفرغين بد الناس لاف تما اذا راح له تليفون وما كاش خو زعما اذا ما لقاوش انا من موراه. هذاك عمر ولف الدرع تاع عمر وليت متصيب بديت حاب كنت ما نعرفش فرونسي نعرفو بديت نقول له غير شيخشي بيا شيخشي بيا شيخشي بيا بديت نحوس بديت نحوس معاه ما فاهم والو خو جود بدا يخزر في حياه واحد الخزرائيه انا بديت واحد المره تخزر فيا خزرائيه انا تاع بنتها عباك ما دوش شنو درت هاك جبت شي حاجه بدات سيكونتور ونعطيها له وش وحطبه عمار وحطبه ما يدش لي فبالك بالك سيكو جبت نعطي له سيكونتور ونقول له اسكت برك اسكت غلق فمك هذا ما كان دي قوش وتشد فيها اللي تعيط الله فولي شد فيها حتى السيد هذاك زير شو دار سمير كبير اخويا عمار زير السيد هذاك تاع عندي مش عندي جا عنده دراك دراك يلقاهم يلقى تليفون بين الكوسان علاش جبدو طاهولو عاود راح لبلاصتو دار عندي هكا قال لي فخدو شو دور 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 شو دور ما كتبوش نهضر معاه دار كمل طريقي راقد خويا عمار حتى لحقت الكرونو لحقت الكرونو بالهبط خلاص خويا عمار تما حسيتها رحله شاقه وكبيره ومتحجر عيط للمنفوزة وي صافا صافا وراني في كرونو قال لي تجي تقدر تجي للبلاصة الفلانية قلت له شوف خطوة ما نزيدهاش قلت راني هنا في لاكر تحب تجي تحب ما تجيش قال لي راني جاي قال لي واحد الإناء ولا كون عندك قلت له راني هنا تسلت خويا عمار جا عندي مسكين الله يعطيه الخير عمي عبد القادر الله يعطيه الخير على خير هو ولا فامي تاعو يفانا وني الله يعطيه الخير عاود تهبط داني معاه دارو مسكين كانت عنده واحد لابارتو مفرغة دي بانيك بيها حتى تعرف حتى الواحد سيبل يشد روحه قال لي هاي بلاستيك انا قلت لي قال لي هاي بلاستيك شوت قال لي ها ودوش وكذا كي دوشت وكذا قال لي هاي بلاستيك خويا عمارها قبل ما يخرج انا كنت رقدت سيبل ضربتها بواحد الرقدة وانتهت الرحلة خويا عمار ورانا في فرنسا ورانا نسعفوا فيها ونصيحة ولا غير نصيحة خاوتي ولا في البلاد يحسنونه ولا غير يا عمار شوف باش يجوا على البار ولا يجوا على التورك ولا كيما جاو يجوا ولا غير يحسنونه يا خويا عمار ناس قارية مثقفة والله ما نعرف بزاف ناس قاريين عمار ولا غير يقراو وما خدمشي خدامين وناس بلي ديبلوم ومشي خدامين سيد ايماجيني عمار خويا تقرا حياتك كومبلي ملي في عمرك 6 سنين يدخلوك بسم الله تقرا وانت تقرأ تجيب الباك وتطلع الجامعة تجيب لا ليسونس وتقرأ مش عارف تمر لا ليسونس وش من السنة ماجستير وش اسمهم هادوك وما إذا دخل تخدم خويا عمار دي في 8 في الشهر في دير لك خويا عمار يا غيام هذا ما دير لك خو ولي جان تماك لا غير يحسن عمو وثاني واحد البوان ثاني خويا عمار إن شاء الله هذا اللي يشوف الفيديو يشوف عباك شكون اللي راهو يقتل بزاف الحراق اللي راهم يموتوا ماشي البحر ولا الحراق ولا الموتور ولا اللي راهم يديروا تيك توك في لاتوليفات ويتصوروا زعما فاتحين لي كونت في التيك توك وزعما ارواح وما ارواح والله غير هادوك يا خويا عمك يجي لهنا من جهه سوداس صديقو كيفاش جا وكذا يجي يا خويا انت جيت للغربه عندك اوبجيكتيف تخدم ربي يسهل عليك علاش بدا دير في التيك توك وتجرى للناس مساك زعما راه دار بلاك وصولا زعما راك بيان راك وكلش بيان زعما كيف الحق كلش بالبالا كلش شارجي ودي ومن بعد مساك اللي يجي من هنا يقول لك راهم بيان كاين اللي يدعمهم تشوف فيه مصور كاين اللي بزاف راك يخلعوا من غير تصاور وكذا ومن بعد تجي تلقى روحك فيها حقيقه مره لازم لك تلقى روحك بالله غير في الشارع وما كاش يا خو ماكش لي الرحمه كلها هذاك في البلاد خويا عمار البلاد
انا كنت في الصيف، انا كنت ديفوا كزعما ما يغلقوا الحوانت ولا شي حاجه، ويعمر الدار اللي نقدق فيها ناكل، دار اللي نقدق فيها ما نخيرش الديار، دار اللي نقدق فيها ناكل في اي بلاصه وين نقدق ناكل. تعال انا خد دقدق يجيبوا لك الدوله من الاخر، هذا الدقدق يكونوا عند يكونوا عندك لي جوندار، هذه هي. وثاني كنقول لخاوتي ثاني كي يشوف الفيديو زعما اللي مازال ما جاش، كي تكونوا في البلاد اذا جيتوا خطيكم مربوط، المهم اذا جيتوا بلاكيز بلاك وبلاك، ما تحضروهاش، البلاد راهي محكوره بزاف، لهنا عندها قيمه كبيره، لهنا لهنا هنا اللي في الديار ولي باتيمو واي حاجه، اي بنيه شركه اي حاجه، سيباراسيون ما يديروهاش بالبريك ولا هنا بالبلاك وبلاك، كلشي بالبلاك وبلاك، سما يحتاج وتكون عندك تخدم مع التراك، تخدم مع العرب اللي يخدموا هنا، تخدم مع المعقور، بلاك وبلاك تكون تفيسي وتعرف كيف تطع الرايت والمونتو تخدم، وجوانتور جوانتور لي جوانتي اللي ما بين بلاك وبلاك، جوانتي بالبوندا وقدام يعرفوها، هذيك اللي انا طبيب خويا عم طبيب ميت يشوفوا كيما طبيب تخدم ما شاء الله، والله يسهل لك كل واحد وان شاء الله خير. اخويا اسماعيل راك حكيت ووفيت ومتعتنا بالقصه تاعك ووريتنا الوجه الحقيقي تاع اوروبا وتاع البحر وبزاف حكايات. المهم خافت نقول لكم ربي يحفظكم، هذه قصه اخونا اسماعيل، ونشوفكم في قصه جديده مع ضيف جديد ان شاء الله طريقة أحسن من الطريقة هذه، تكون طريقة يعني قانونية، زواج تعشيرة ما على بالناش كيفاش. ربي يحفظكم والسلام عليكم.